اهلا بيكم في قصه جديده من قصص الرعب ومعاكم احمد يونس. يا ريت دايما تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتسمعوا كل القصص اول باول. قصه النهارده كتبها لنا محمود جعيد. من فضلكم شاركونا في القناه واعملوا سبسكرايب وتابعوا كل القصص اول باول. شكرا. انا عارف ان كل اللي بيموت ما بيرجعش تاني، عارف ده واثق منه تماما، لكن كل ده نسيته لما اخويا التوأم وليد مات. عارف يعني ايه اخوك يموت؟ عارف يعني ايه نصك التاني يموت؟ احساس صعب جدا، عمر ما يحسه غير اللي جربه. طيب انا الدنيا والاحداث خدتني ونسيت اعرفكم بنفسي. انا اسمي وائل، انا شغال مدرس وعايش لوحدي، وتقدروا تقولوا مقطوع من شجرة. الوحيد اللي كان بقيلي في الدنيا كان وليد اخويا، وخلاص مات. بعد ما وليد مات بدأت ادور على اي طريقة ارجع بيها الميت للحياة. ايوه هو ده اللي كنت بفكر فيه، قريت كتير وقريت ان ممكن في حاجات غريبه كده بتتعمل، وتعاويذ وطلاسم وحاجات خاصه بعالم السحر ممكن ترجع الميتين. ده لدرجه ان كان في فيلم اسمه مقبره الحيوانات الاليفه، شفته وعرفت ازاي الهنود قدروا يعملوا حاجه زي كده. طبعا كل ده اساطير وتخريف، لكن اللي كان في موقف زي موقفي انا غصب عنه هيفكر بالشكل ده. قولوا بقى عليا مجنون مختل عقليا، قولوا اللي انتوا عاوزين تقولوه، انا جاي بس احكي لكم التجربه بتاعتي النهارده. دورت في الكتب القديمه ولفيت على ناس عرافين ودجالين كتير. الغريبه اني لما دورت في الموضوع ده لقيت نفسي بدخل لعالم تاني، عالم مجهول. لقيت ان انا مش اول واحد يدور على فكره في السكه دي، مش اول واحد يحاول يرجع حد مات. اللي فكر يرجع مراته، واللي فكر يرجع ابوه، واللي فكر يرجع اخوه، زي كده بالظبط. لكن الغريبه إن أنا قريت عن تجارب ناس رجعوا فعلا من الموت، تجارب غريبة بيقولوا عليها ناس وصلوا لمرحلة قريبة قوي من الموت ورجعوا تاني، ما بيقوش ماتوا تماما، وشافوا حاجة اسمها الممر الأبيض وحاجات كده ممكن أحكي لكم عنها بعدين. المهم اللي بيدور على حاجة حتى لو هي غلط وحرام وعايز يوصل لها هيوصل لها، مش مهم بقى تتحقق أو ما تتحققش، المهم إنه بيوصل لها في الآخر. الصدفة وصلتني لشخص، أو ممكن تقولوا عليه من اللي بيسموا نفسهم المعالجين الروحانيين، قال لي ممكن إنه يساعدني. اسمه دكتور رضوان. كلامه كان عامل زي البلسم والسحر، عارف لما تبقى محتاج كلام معين من شخص ويقوله لك بالظبط. هو ده اللي حصل معايا. اتفقت معاه إن أنا هجيب له جثة أخويا واروح له البيت بتاعه. أنا ما بكذبش، اللي أنا بقوله ده حصل. استنيت بالليل ورحت الجبانة أو المقابر. كنا نص الليل بالظبط، وكان في أصوات غريبة جدا، حاجة زي ما يكون ناس بتهمس، صوت ناس بتهمس في ودني اليمين وناس بتهمس في ودني الشمال، وحاسس بخطوات ماشية ورايا. لكن الهمس بدأ يعلى والصوت بدأ يعلى. وبدأت أحس زي ما يكون في ناس ماشية حواليا. كل اللي قدرت أعمله إن أنا حطيت إيدي على وداني علشان مش عايز أسمع صوت أي حد، وبدأت أقولهم اسكتوا أنا مش عاوز أسمع صوت حد. لكن الموضوع تخطى مرحلة السمع، لأني بدأت أشوف حاجة زي خيالات لكائنات قصيرة بتجري قدامي. أنا في الضلمة لكني شايف، يمكن الإضاءة الخافتة اللي موجودة في المقابر ما بين كل عمود وعمود أمطار كتير، لكني شايف. رميت كل ده ورا ظهري وبدأت أكسر في باب التربة بتاع أخويا. فضلت أخبط 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 لحد ما الباب اتفتح. بمجرد أول كسر حصل في الباب، ريحة خرجت من جوه، ريحة الموت. حطيت منديل كان معايا على وشي، شغلت الكشاف اللي معايا ودخلت. ومجرد ما دخلت الصرخة دي كانت هتخليني أرجع تاني، أجري أهرب. لكن أنا مش بعد كل ده وبعد اللي وصلت له ده ممكن أرجع، أنا خلاص تقريبا نص المشوار عملته. نزلت لقيت جثة أخويا، الكفن الأبيض زي ما هو، لكن لما سلطت عليه الكشاف التراب والوقت خلى الكفن مش أبيض يعني تماما، بقى لونه شوية رمادي. جسم أخويا أنا عارفه،
لكن الجسم اللي أنا شفته كان منفوخ شوية عن جسم أخويا. تفاصيل طبعا كلنا هنمر بيها وده العادي لأي واحد بيموت. بدأت أحاول أشيل جثة أخويا لكنها كانت تقيلة. مسكته من رجليه وبدأت أجره على الأرض علشان أخرجه بره. تقولي مفيش حد كان في المقابر؟ هقولك حظي مفيش. وشديته ومشيت بيه لحد ما وصلت بره للقبر. قربت العربية على قد ما أقدر وقدرت في الآخر أشيله وحطيته على الكنبة اللي ورا. وسقط العربية وأنا ماشي بيه شفت الكائنات السوداء أو الكائنات الهلامية والخيالات واقفة كلها قدام القبر، لا بتتحرك ولا بتعمل أي حاجة، واقفين بيراقبوني. عارف اللي هما يقولوا لي انت ايه اللي انت هببته ده؟ رميت كل ده ورا ظهري واتصلت على الدكتور رضوان وقلت له انا نص ساعة بالظبط ان شاء الله هكون عندك. قال لي انت جبت الجثة فعلا؟ قلت له ايوه جبتها. قال لي خلاص انا مستنيك. وببصة سريعة في مراية العربية لقيت جثة اخويا قاعدة. يعني ايه؟ انا لما حطيت الجثة على الكنبة اللي ورا كنت منيمها لكني لقيته قاعد، لا بقى مقطع الكفن ولا حاجة علشان ما تتخيلوش حاجات ما حصلتش. هو كل الموضوع وما فيه ان الكفن بالجثة قاعد. اتلفت بسرعة ورايا لقيت كل حاجة زي ما هي والجثة نايمة ومفيش اي حاجة من اللي شفتها في المراية. الطريق لبيت رضوان ما كانش طويل بالشكل ده. فضلت سايق لحد ما وصلت. فتح لي الباب وكان لابس جلابية غريبة شوية لونها أخضر ومكتوب عليها حروف ورسومات. معرفتش أخبي استغرابي فقال لي هي دي حاجات اللي بحضر بيها، لازم أبقى لابس الحاجات دي عشان أحصن نفسي. فين جثة أخوك؟ قلت له هي في العربية، أنا ما 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 مش عارف أطلع السلم بيها لوحدي. قال لي تعالى. نزلنا شلنا الجثة مع بعض. قلت له انا بس انا خايف من سكان العماره. قال لي يا ابني بيجولي هنا كتير، محدش هنا هيعترض، الناس عارفه ان انا ياما عملت. قلت له يعني انت بتصحي الميتين؟ قال لي كله بامر الله. شلنا الجثه ونزلنا بدروم عنده تحت الارض. البدروم عباره عن اوضه واسعه ما فيهاش اي عفش ولا اي حاجه. الارضيه سودة وفيها لمعه. انا بوصف لكم المشهد بالظبط. رضوان راسم دايرة بالطباشير الأبيض والأحمر في الأرض وكاتب جواها أرقام وحروف ما تفرقش كتير عن اللي مرسوم على الجلابية الخضراء بتاعته. حطينا الجثة وجاب مسامير ودقها حوالين الجثة دايرة ما يدور الجثة، وكل ده طبعا كان في الدايرة اللي هو رسمها. قال لي من فضلك ارجع دلوقتي ورا وقف بعيد. رجعت فعلا لورا وهو واقف بالظبط على حرف الدايرة وهو ماسك كتاب وبدأ يقرأ منه. أنا فاكر كويس اللي هو قاله: توكلوا يا خدام ملوك الجن السبع بحق عاصود وناصور وشمعون، توكلوا يا خدام ملوك الجن السبع بحق عاصود وناصور وشمعون، توكلوا يا خدام ملوك الجن السبع بحق عاصود وناصور وشمعون، توكلوا يا خدام ملوك الجن السبع بحق عاصود وناصور وشمعون. هو ما كانش بيقول بالطريقة بتاعتي دي خالص، ده هو كان بيزعق جدا وفضل يكرر الجملة دي كتير كتير كتير. وفي لحظة لمحت دراع أخويا بيتحرك، حركة خفيفة جدا لكني شفتها. جري وفك الكفن من على وش أخويا ورجع تاني يكرر الطلسم والجملة اللي بيقولها. صوت زي زمجرة أو صوت زن بيخرج من الكفن، ونفس الخيالات والظلال اللي شفتها في التراب شفتها في الأوضة دلوقتي. يجوا من الحيطان، معرفش مصدرهم ايه لكن كلهم كانوا بيظهروا من الحيطان وكلهم عمالين يجوا ويقفوا حوالين جثة اخويا. انا كل ده فاهم ان ده عادي وان رضوان ده شغله وهو فاهم هو بيعمل ايه، لكن بصة بسيطة وسريعة على وش رضوان والتوتر اللي شفته على وشه خلاني انا كمان اخاف. اخويا قام قعد. قعد وربع جوه الدائرة، عينيه كانت بيضة تماما ممسوحة، وشه منفوخ وأزرق. وأنا واقف بعيد زي ما أنا وبقول رضوان هو اللي بيحصل ده الصح ولا ده إيه؟
وهو ما بيردش خالص، وبدأ الصوت الزن اللي كان بيطلع من أخويا يزيد ويعلى لا يمت للبشر بصلة. في اللحظة دي لقيت رضوان بيتلفت وبيقول لي: أنا آسف، هو تقريبا اللي حضر ده مش أخوك، أنا قلت اللي بقوله كل مرة، لكن في حاجة يا أستاذ غريبة حصلت. قلت له: هو إيه اللي حصل غريب؟ أنا مش فاهم، أمال مين ده؟ أخويا وقف في الدايرة ولف راسه بدرجة 180 وبصلي وابتسم ابتسامة كلها شر، ولما ابتسم وسنانه اتكشفت سنانه كلها سودة. في اللحظة دي رضوان لقيته بيبص وبيقول لي: اجري اهرب، وجري. سابني وانا واقف مش عارف اعمل ايه. من ضمن الحاجات اللي كان رضوان مجهزها للطلاسم اللي هيعملها او اللي معرفش يعملها، كان جايب حاجة زي لمبة من بتوع زمان اللي هي لمبات الجاز اللي فيها الكيروسين اللي بتولع، علشان تقريبا هو مش عايز ينور كهرباء او يشغل كهرباء او حاجة. لقيت اخويا بيتحرك وجاي ناحيتي. هو ما خرجش من الدايرة، لكن حركته كانت واضح جدا انها ناحيتي. من غير تفكير شلت اللمبة بتاعت الجاز دي ورميتها عليه وهي مولعة. النار مسكت في الجثة والجثة بدأت تتحرك ويطلع منها أصوات صراخ كتير جدا وهي مولعة. في اللحظة دي خرجت أجري من البدروم وأنا حاسس إن كل مصايب الدنيا والآخرة بتجري ورايا. لقيت رضوان واقف برا البدروم بيقول لي: أنت اتأخرت ليه؟ يلا اقفل. قلت له: اقفل إيه؟ قال لي: هنقفل عليه جوه. قفلنا فعلا باب البدروم وسمعنا خبط على الباب وكأن في مليون واحد واقفين ورا الباب بيخبطوا، ده غير الصويت والصرخات المرعبة والمفزعة اللي كانت خارجة من ورا الباب. فضلت الصرخات وصوت النار وهي بتاكل فيها وبتاكل في جسم أخويا لمدة طويلة. وبعدها كل حاجة سكت. واحنا واقفين احنا الاتنين برا نبص لبعض. قلت له: طب هنعمل ايه؟ جثة اخويا. قال لي: مش هنعمل حاجة، انا هجيب طوب وهسد الباب ده ومش هندخل الحتة دي تاني. قلت له: طب انت لما انت ما بتعرفش تعمل الحكاية دي بتقولي ان انت عملتها ليه؟ قال لي: انا كنت بجرب، انا قبل كده يعني حضرت وكان واحد ميت وخليت روحه تيجي عند حد صاحي. قلت له: يعني انت ما عملتش ده اصلا قبل كده؟ قال لي: لا، هو يا ابني ما فيش حد يقدر يصحي الميتين، بس يعني انا كنت قريت في المجال ده كتير ومحدش طلب مني الحكايه دي، فقلت انت طلبتها فهحاول اساعدك. هو انا غلطان ان انا حاولت اساعدك يعني؟ كان يوم من اي اليوم فكرت اعمل العمله السودة دي؟ قال لي: دلوقتي انت تجري اهرب ارجع بيتك ومحدش هيعرف حاجه، وانت القبر اللي سرقت منه قلت له متكسر ومتنقل وهيعرفوا ان الجثه اتسرقت. قال لي: طبيعي، ما عادي، الجثه سرقوها مش احنا يعني، هو في حد هيسرق جثه اخوه؟ وليك عليا، انا مش هقول ولا هجيب سيره لحد. وفعلا مشيت وسبت. وعدى يوم والتاني والتالت ولا حد حتى كلمني قال لي جثه اخوك اتسرقت. الفضول هقتلني، عايز اعرف ايه اللي حصل. رحت المقابر، بس رحتها المره دي بالنهار. لقيت ترابي واقف، قال لي: انت داخل لمين يا ابني؟ قلت له: لفلان التراب بتاعتنا. قال لي: اتفضل اتفضل. قلت له: هو في حاجه ولا ايه؟ قال لي: هو انا قلت حاجه؟ انت في حاجه؟ قلت له: لا مفيش حاجة، أنا جاي أقرأ الفاتحة لأخويا وهمشي، لو مش عايزني أدخل. قال لي: هو أنا اللي أقولك تدخل أو ما تدخلش؟ تفضل. رحت عند الأب، لقيت كل حاجة سليمة، بس كان في أثار لأسمنت وجبس وحاجات كده موجودة، معناها إن في حد حاول يداري اللي حصل. والله أعلم التربي بقى خاف من المسؤولية فعمل كده ولا إيه، الله أعلم. أنا اللي هممني إن الموضوع خلاص محدش هيعرفه، بس في مشوار تاني لازم أروحه. طبعا أنتوا عارفين مين،
رضوان. رحت عنده وفضلت اخبط على الباب. يا دكتور رضوان افتح لي، انا عايز حضرتك في حاجة، ما تقلقش انا جاي اطمن عليك. بس خبط مرة واثنين وعشرة، مفيش. لحد ما انا وانا نازل على السلم لقيت حد راجل عجوز كده وشكله طيب طالع على السلم. قلت له هو دكتور رضوان فين؟ انا قريبه من بعيد وجاي عايز ازوره يعني. قال لي يا ابني دكتور رضوان بقاله كذا يوم ميت محروق في بيته. قلت له ميت محروق؟ قال لي اه محروق، لقوا جسمه منفوخ زي ما يكون اتحرق وهو جثه وعدى عليها وقت. قلت له لا انت حضرتك قال لي والله يا ابني ما بكدب عليك، ده حتى الشرطة عايزة تعرف ليه قرايب ولا حاجة علشان يسألوهم. تعالى نروح لهم. قلت له لا وانا ولا قريبه ولا اعرفه، وطلعت اجري ونزلت. الفضول برضو خلاني بعد ما مشيت في الشارع شوية ارجع عايز ابص على البدروم. رحت لقيت البدروم، الباب موجود ومفيش حيطة اتبنت ولا اي حاجة. بمد ايدي على المقبض والأكرة بتاعت الباب علشان افتحه، اتفتح. دخلت، الارض السودة زي ما هي، الرسمة مرسومة في الارض زي ما هي، ومفيش اثر لاي حاجة اتحرق. بس بتلفت علشان ارجع، شفت اخويا واقف ورايا، واقف بنفس شكله المرعب والمخيف اللي شفته بيه قبل كده. واقف يبص لي اذا كان هو فعلا اخويا. خرجت من الأوضة ورجعت البيت، وبالليل صحيت من النوم على صوت خطوات حد ماشي في الطرق، وصوت حد بينادي عليها باسمي وبيقول لي أنا رجعت يا وائل، مش انت كنت عاوزني أرجع؟ أنا رجعت. فضلت يومها قاعد في السرير لحد الصبح،